الرحمن الرحيم ومن أعوانه بسم الله الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وآله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هيك في شيء لما يبحث معاني تعريف جسمي كجسم، تعريف جسمي ما يقول جسم يكجي مؤلف من أجزاء يكجي أولها كون جسم متألفا من أجزاء لا تتجزأ متناهية، متألفة من أجزاء لا تتجزأ غير متناهية، كونه غير متألف من أجزاء بالفعل، كونه غير متألف من أجزاء بالفعل أو الرأس من أجزاء بالفعل لكنه قابل للانقسامات. والحاصل ما قلت إذا دبيك أذيا دخولك يكير تقدير بك أجمان هالشارة وإذ نكال مطالب مالي مالي والدكتور أجيماذياغو مقولك تنضم عند أجزاء غير أجسام تتألف منها الأجسام أظن مفاصلة، طبعا تنضم عند أجزاء غير أجسام، أجزاء غير أجسام تمام الجمع مفاصلة هنك جزء كنا أجسام بقينا هذو جوان أجزاء أجسام شدلو. آمين. يا ما قول أجزاء تشاف حكمها يكجي نجس من إيدو ديا أجسام جوان تيد من إجسيا قسمة جوان تقسيم جوان تينابة إيه ترى أن الواقع منها في وسط الترتيب يحجب الطرفي عن التماس أي ترى جيب تمام ذيك واقع جوان جزء أبدو أرطى ترتيبه ده من هادو طرف خوي هادو طرف جزء خوي من عشي تماسد كنالكو مثلا هادو مفصل بيكونه هادو أو جزء دورتيني مالي يبي ولا يعلمون نظنك أن الأوسط إذا كان كذلك أوسط وقتك أرتيدب إذا كان كذلك يعني وإن الواقع منها في وسط الترتيب يحجب الطرفين عن التماس أو غابه وراء لقي كل واحد من الطرفين منه شيئا غير ما يلقاه الآخر إذا ارتدى بهر أليكي لقي أليكي دلو امين. إذا تقول إيه ارتدى يا مثلا انا عالية شوكة مرب و عالية بي مرب آن طرف عالية شوكة نه طرف عالية اوكي ناقي جهبا هر يكي جهب عالية عاد ارتي دا اب ارتاوي يعني او جدي ارتي او ازاي ارتي نالك افردو لقي كل واحد من الطرفين شيئا ما يلقاه الاخر يعني طبعا افي ارتي لقي افي كبيد با ايد نكاش لقي علي بيد نعم هل يكي لقيها بنعم ملك هذاك لقي علي كبيد أني 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 يكي لقيها علي كبيد براس وأنه ليس ولا واحدة من الطرفين يلقاه باسمه نينا ليس واحد ياخد ولا واحدة يعني تمام ثياب بجيبيد بجيب كيف أقول فرقتني اه ليس واحد يا ولا واحدة من الطرفين جهل الطرفا يلقاه لقي ارتب باسمه بتمامي ونينا يعني 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 اوليك لقى تبي نوبه اوليك لقى اوليك دبه اوليه دي لقى اوليه دبه لقى كذي هذنا تمام يا شيبو يا ابو انا اللي تخش دبي هذا ابتداء شروعي في النقد اذياب باشتانجيشا دسبيكرنا مصنفية النقد او نقولا ده سيقول كده هبو نياوي ونقولا غطبك وإنما أخذه أف باشانجيش أخوش جديا من الحكم الرابع حكم إشارة تبو حكم إشارة أبو ما قلت قال حكم ديدا أنا والربيع كونه غير متألف من أجزاء بالفعل لكنه قابل لانقسامات غير متناهية أو إجا أبي فرازي هاي رابع أني إيجاد بك وإنما أخذ الحكم الرابع وبيانه ماني بيان نقد أذى أن الأوسط الحاجب
للطرفين عن التماس يعني أو أرتاح ما بين مفصلة وياخد ما بين جلية دارة ما بين بلو جلية ما بين تقلية ما بين زبزو واشترى بجم دا أوكي جلية داري ما بين كاكل وقالكي وانو دندكا وقالكي وانو قالكي هندو وقالكي دندكا وين حصل شد تمام تم أذن يعني يعني أن الأوضة الحاجبة للطرفين كنا له الطرف عن حاجبة عن التماس من التماس كنا له بقي هفدو أو أرتا كنا له هذا الطرف بقي هفدو لا يخلو إما أن لا يلاقي الطرفين لا هذا الطرف أجنبي شكمات أرتا ده يعني إيه في نابه وشاتشكي مالي لا يلاقي الطرفين نابه يعني أو يلاقيها أو يلاقيهما تمام اي لا يلاقي الطرفين أو يلاقيهما عبارة تشوانه لا يلاقي اما ان لا يلاقي الطرفين او يلاقيهما هما إيش او يلاقيها هاي ولا ولا قاله هما بس يبقى الطرفين دبيه خبرت يا راس أو يلاقيهما يا لاقاهما يا لاقاه ايه فإن لاقاهما ها مالي أجل لقي هل الطرف بها مالي فإما بالاسم أو لا بالاسم يا بتمامية يا نب تمامية يا بتمامي لقد بها يا نب تمامي لقد ايه راسته فهذه ثلاثة أقسام أبو شخص تمام لا يلاقي يعني يك أجل ملاقي بها ملاقي بتمامي ملاقية ملاقي نب تمامي مالي سي فهذه ثلاثة أقسام والأول ماني قول الأول بأن لا يلاقي الطرفين أو صار لاقي هل الطرف نابه ماني ينافي كونه حاجبا لهما ماني أقولك أن الأوسط إذا كان كذلك لقي كل واحد من الطرفين منه غير الشيء غير الشيء الآخر وأنه ليس القول باسم جوتشيب وبيان أن الأوسط الحاجبة للطرفين عن التماس هذاك وقتك لقايبة يعني لقايبة وحاجبا لهم عن التماسيبة أبيات بأنجل يعني أن لا يلاقي الطرفين كل لقي الطرف نبأ كل لقي نبأ أبي توا حاجب يشهد الطرف هذا أبي من عهد الطرف توا التماسيب يعني لقي ناقن جوان ابي تشوف من عواج تماس يبكي يعني وش هي جاد صامي جوانا تام سليمنا جاد جوان دبيكي قولي اول قولي قوتنا قولي اول ودبيكي اول قولي قوتنا اول كتبي لا يلاقي الطرفين هذا ينافي الكون وحاجبا لهم عن التماس كتبه جه كتبه من عوانج تماس بك هذا تبا انجلج بقوتنا جورا شمكي بشتي كل لقاي ونابا لا يلاقي الطرفين تو من عوانج تماس بك لقاي ونابا من عوانج تماس ناكي ايه يبقى يبقى نهب تشتي تاكله بمكي يعني وصحيح يعني وأيضا يناقض الحكم الثاني هي مناقية جبو حكم الثاني داني تبو حكم الثاني تريقو دي بيشي لضربة قول ذكر للأجزاء أحكاما أربعة الأول أنها ليست بأجسام أجزاء والثاني أن الأجسام تتألف منها مالي حكم الثاني أبا أن الأجزاء تتألف منها أجزاء تشكرين أن الأجسام تتألف منها أجسام تشد مجوان أجزاء لا أبيكد بي لا يلاقي الطرفين نوشا يقول لا قيوانا كوا أجزاء كوا أجسام تشد راسكم نمزح شو كده
أساني أن الأجسام تتألف أجسام جوان أجزاء أورتي شيء ببه وكتبي لقى جوانا يقول لقى جوانا بتشوى شيء ببه ne kul lakay ve nabe azram de ve yani mesela eve alik ile kay aliyedini nabe demek ki evla yulaki tarafeyni ev orta lakay her bir tarafa nabe orta lakay her bir tarafa orta ku orta lakay her bir tarafa nabe çava ku ev eşsam ve ecda açıydı be tesava Nasıl? ترسى وقت كل لقى النبى يعني كل لقى النبى شو اجسام جيت شيء بيه يعني برضا يعني شيء قلت لك ناس عصا من الجديد يا وهو تاليف وهو قول الحكم الصاني شبه تاليف الاجسام من من هذه الاجسام جبان جزء اجسام جبان جزء ابه شو لقى النبى واش هبن لقى النبى هي يعني لأن التاليف لا يتصور إلى بعد من التاليف إلى لقيها ببه تجي قولي تجي لا يلاقي الطرفين يعني دم جبرت جبرت قولي أول قولي أول وحكمي تديها جبرت مالا قولي أول كل لا يلاقي الطرفين وحكمي تديها يكون أجسام تشيد بنج أجزاء جبرت أبيتشو والثاني لا يخلو إما أن يلاقي الطرف أو لا يلاقيها أو لا أو لا يلاقيها فإن لاقاهما فإما بالإسر أو لساني فإن لاقاهما إما بالإسر تمام أو يلاقيهما فإن لاقاهما إما فإما بالإسر أقول دي هذا تمام وهو ما ينافي يناقض الحكم الثاني ويناقض الحكم الثاني أيضا ويناقض الحكم الثاني أيضا مناقض حكم أول جي ومناقض حكم دي شاك مناقض حكم أول كما يناقض الحكم الثاني أيضا والثاني أيضا وكي قولي أبي حكم دي ينافي كونه حاجبا لهما عن التماسي أفيد يا وكي قولي أول وكي حكمي أول مناقية كونا أرتي وحاجب جهد وطرف تماسي أو منافي جوي رأيش يعني مثلا قل لا يلاقي به وكونا كونها منافي كونه حاجبا لهما عن التماسي أبي ثاني يلاقي 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 بالإسري يلاقي لاقاهما بالإسري أبي مناقضة جسرة تكون أول كحاجبة كحاجبة جوارة استماتي استماتي رأنا قلنا نحاجبة وقتا كل لقى يبن نحاجبة لقى يبن نحاجبة راسا نحاجبة رجل نقضة وأيضا يبتدي توا وكيكو منافية دي منافية كونه كونه حاجبا لا مع عن التماسي يقتضي تداخل الأجزاء لما جدت كون بينها بدو وهو محال في نفسه تداخل الأجزاء في محال كنا كان ند هفدانا جسم كيلك هفدانا بهفانا ند ند كم نهفتو ناقم الزكية براسنا أكمل الزكية ومناقض للحكم الثاني ومناقض للحكم الثاني الحكم الثاني كأن الأجزاء تتألف من الأجزاء يعني وراجي مناقض مناقض يعني الحاصل القول أو لا يلاقياني نب فمع جميع ذلك تبي يعني كذي مستلزم المطلوب كما سيأتي مطلوب ما مستلزم مطلوب ما تشتك أم دخازن أوي جمالات السيدة
Eseyde kerem geldi ona. Böyle vakit çekerdi ya zannı. O da ya bu. Eri. Vel salisu. Ev. Evlad. Lakayheye ama tamamina. Meni. Kavli salis. Kudbe. İmma. ولا يقول إما أن لا يلاقي الطرفين أو يلاقيا لقبون إما بليسي أو لا بليسي لقيا ما نب تمامي ماله أصالي يختاري تجزئته أني ما يشاف قطن أو هيك أوليفيا لي هيك الأوليفيا لي أني ومع ذلك اخيت والشيخ أبو علي سينا لم يذكر القسم الأول من أول كلا يلاقيه مايا يعني والثاني وما بالنقاب بالإسمية أبانا ذكرنا كده لم يذكر الأول والثاني أولا يعني والشيخ لم يذكر القسم الأول والثانية أولا وهما القسم الأول والثاني أبدا أن لا يلاقي الطرفان أو أن لا يلاقي الطرفين قول أول أبا وسط لقي هذو الطرفان أبا وإيش السياجي إيش صانيجي أو يداخلهما هيك بي إلا إما لقاما بليسي أن يداخلهما داخلي هذو الطرفان أبا أديجا والشيخ لم يذكر القسم الأول قسم الأول تريك ما قول فهذه ثلاث أقسام ينا نبغى بنجي قسم جو جو إما أن يلاقي لا يلاقي الطرفان أجر يلاقي فإما بالإنسي أو بال أو لا بالإنسي يعني هنكي إذا مثلا في أول لا يلاقي الطرفان ذكرنا كريا إيه ديارك لقاء بالإنسي ذكرنا كريا إيه سيسيا لقى لا بليس يعني لقى بنما هما بهندك لا كلمة كرجالك جواب أبي خوزي بدل زبات هنا كلمة كلمة سيدا ألو دنجيتا شو هزونا ومناقد الحكم الثاني ومع ذلك مستلزم للمطلوب ما بياخد ما والشيخ لم يذكر القسم الاول والثاني لان الخصم لم يذهب اليهما ببال القسم الثاني والاول ما نتشي ابادر عندي مصارف عجلك الى ذكر القسم الثالث قسم الثالث كذكر بك لقبنا بهنكية نب تمام لي. تمام. دنگه تنگه ده نت بو چه بو؟ تمام نت ده به ده خوش ده به. نسام تو گنج ده بی تو این تزه بالغ ده بی چه بو؟ بعد الى القسم ذكر القسم الثالث الذي يفيد النقد فايدة نقد ده بقوله بقولنا مصنف قلت له لقي كل واحد من الطرفين منه شيئا غير ما يلقاه الاخر. أفضلت تشير أجيكو لقي كل واحد عبارة متنية ألا يعلمون أن الأوسط إذا كان كذلك لقي كل واحد من الطرفين منه شيء غير ما يلقاه الآخر أم سنفي وزاكو وقد تمت بذلك حجته على الخصم حدية ولسان خصمي تمام بو يعني إكد بي خلق أنا وإكد تمامي لقاد بي هر بشي يانش دمك ثم رجع بعد ذلك بيغم مثلا فجر ياد بشتي ديادا الى اثبات القسم الثالث قسم الثالث كتية يلاقيا لا بالاسم اري او صد لقى هذو الطرفات بها ما نب تمامي اري وصلا اجا تشكر اثباته بك بابطال نقيضه نقيضه بابطال بك المشتمل على
قسمين المتروكين سنوات هاد بقسمك المصنفين ذكرناك يا شامل سنوات هاد وتقسماتي او ان هاد يا يطالبك مال وهاد قسمك المصنفين التركيبية وذكرناك يا واني يطالبك شيء عن الاول كو تلاقية تمامية وثاني لا يلاقاني ثاني كو تلاقية تمامية مال فكان نقيضه نقيض بيبو اف قولنا ليس كل واحد من الطرفين يلقى من الأوسط شيئا غير ما يلقاه الآخر مال نقيدك تلاقيا لا بالإسفية يعني تمامين نينا نقيد دي أشياء دمك تمام لقى هفتنا ما نب تمامي ليش نقيد كل ليس كل واحد من الطرفين يعني طرف هاد وطرف هاد أجزاء يلقي من الأوسط شيئا غير ما يلقاه الآخر يعني او لا قاعد تشكي بي اي لا قاعد بدي تشكي بي نكابي اذيا نوش رايك اذيا نقيدي ابا اذيا شاملي ساتشتي ويزنق مع عدم الملاقات قلقيها بني ومع الملاقات بالاشري اني يا قلقيها بني يا كنت تمامي لقاها بابا اني وصلنا اذيا نقيدي ديانك نقيدي ما ديانك مالي أبيات بهينكي هينكي لقى يويد بهينكي لقى يويد بها أبيات نكا أمامي لقى بنتنا ما ترك الأولة أبي أول كلا يتلاقيانية يلتقيانية ثم لأن حالته أصر يحاله المحالية ويبقى أتخه وصرح برفع الثاني أبي دياجي وتماميلا تلاقيا بالإسرية أو يجي بروي راكر بقوله قلتناكم مصنف يراكر وأنه شنب ليس ولا واحدة متندها وأنه ليس ولا واحدة من الطرفين يلقاه بإسره يجي راكر نين يا ليس واحد من الطرفين لا ولا واحد من الطرفين يلقاه كل لقاي وسط ببه بإسره بتمامه تشكيب ساتنه بلكي هل عليك جلك أنا وإنما خصه بالذكر يتسمى أف صادج أف صادج الذكر كيف أنا قول الصادج أي بتاني الذكر كيف لأنه مذهب لبعضهم أو بمذهبهم كعلماء كما سيأتي ذكره شبويك ولأنه مع وإنما خصه بالذكر لأنه مذهب بعضهم كما سيذكره ولأنه مع إحالته مسترزم للمطلوب وإنما بني وإنما خصه بالذكر الثالث لأنه مذهب بعضهم كما سيذكره ولأنه مع إحالته مسترزم لديكم حالة أو جي مطلوبة متينة يعني فإنما رجع إلى القسم إثبات القسم الثالث القسم الثالث تلاقيا بلا بالإسرية ومع أن المناقبة قد تمت ومناقبتك قد جاية ثم لأنه مصنف لا يريد الاقتصار على نقد الحكم سنقضى حكم تاني مصنف ناسكنا بل يقصد إبطال هذا الرأي في نفس الأمر بل كي تخاطر وفي رأيك إبطال بك مدام قصة إثبات إبطال هذه الرأي فالواجب عليه أن يبطل جميع الاحتمالات واجب المصنف تمام احتمالات إبطال بك وإن لم يذهب إليها ظاهر أما احتمال هبجي كنا راس بك هذا المصنف إبطال بك ولو كشكي بالي ونتشبه مال بس سيدا أحصل بك أحصل بك بوش ثالث قسمي ثالثة ونقيضي أول صانع إبطال يعني إذا بدي تعمل المدقرة تمام يا زولان بس شو بس هاي دي عمانات يا خدا لا تعمل